بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مهندس ياسر عمر. ان شاء الله النهارده هنكمل لاباتنا في السي اي سي دي. زي ما شرحنا قبل كده وعملنا لابات عن السي يو سي ام وريجستريشن للاي بي فونز واليوزر، النهارده هناخد السي ام اي ريجستريشن للاي بي فونز. نبتدي بالسكيني، هاو تو ريجست السكيني اي بي فونز على السي ام اي. الراوتر ما فيهوش اي كونفيجريشن ستيل. اول حاجه هنكونفيجر سب انترفيس للفويس والداتا نتورك بتاعتنا. الفويس نتورك هنديها VLAN 4، لو فاكرين من المرة اللي فاتت 3. هندي الديفولت جيت واي ليها 10.1.3.1/24. دي للفويس سب انترفيس للداتا 4 كابسوليشن. الديفولت جيت واي للفلان نمبر 4. اوكي، طيب دي اول ستيب. السكند ستيب هنكونفيجر الدي اتش سي بي سيرفر عشان الاي بي فونز تاخد الاي بيهات وديفولت جيت واي والتي اف تي بي سيرفر. فاكرين لو فاكرين اوبشن 150 دي اتش سي بي بول. احنا بنراجع، احنا خدنا الكلام ده المره اللي فاتت واحنا بنريجست سي يو سي ام. هندي البول بتاعتنا للفويس 10.1.3.0 السبنت ادرس السبنت ماسك الديفولت جيت واي ال تي اف تي بي سيرفر. هو الراوتر بتاعنا طيب. بعد ما كونفجرنا ال دي اتش سي بي سيرفر هنشوف هل الاي بي فونز خدت اي بي. جميل قوي كده، ابتدت الاي بي فون تسحب اي بي ادرس من ال DHCP server. دي اول step. هم اربع اي بي فونز ال CME. هنشوف اول ما هنكتب الكوماند تيلي فون سيرفيس لقيناها موجود بيسبورت، يبقى كده الراوتر بتاعنا او الاي او اس ايمج شغال هي اكت سي ام اي. ما فيهوش الكوماند دوت، اعرف ان انت عايز تعمل ابجريد للاي او اس ايمج بتاعك عشان ياكت از سي ام اي. تليفوني سيرفيس، اول حاجه هنكتب الاي بي سورس ادرس بتاعنا اللي هو الديفولت جيت واي بورت السكيني 2000. ده كده اول كوماند. تاني كوماند فتحت التليفوني سيرفيس ماكسيمم دي ان. دي كده انت بتدي له الدي ان دايركتوري نمبر الماكسيمم، هنا عشان لاب ليميتد هن ماكسيمم دي ان 10 ماكسيمم. الاي بي فونز في السكيني اسمها اي فونز، يبقى ماكسيمم اي فونز 10 فيري ليميتد عشان احنا في اللاب. بولا اهم، في طبعا كوماندات كتيره، ده باي نوليدج هتقدر تعرف معظم الكوماندات ديت، لكن احنا دلوقتي بيزك عشان نمبلمنت الاي بي فونز بتاعنا التليفونات السكيني 7942. ده كده احنا عملنا الكونفيجريشن، هنكريت فاكرين كونفيجريشن فايل. طيب هنكريت بقى الكونفيجريشن فايل كرييت سي ان اف. هيقول لك مش هينفع عشان مفيش كلوكينج،
تمام، لازم يبقى فيه كلوكينج، لا اما تسيت الكلوكينج لوكالي، لا اما زي ما خدنا قبل كده يبقى فيه ان تي بي سيرفر يكستراكت منه الكلوكينج. طب اوكي، هنضطر دلوقتي نسيت لوكالي اللي يكون الساعة 11، الديتس الديتس بتاعتنا 15 نوفمبر 2019، شو كلوك، شايفين كلوكينج يو تي سي تايم زون كايرو، كايرو اللي هي بلس 2 دو بقت الساعة كايرو بلس 2، الساعة بتاعتنا دلوقتي 1 بعد الظهر 15 نوفمبر. اوكي كده عملنا سيتنج للكلوكينج، نرجع نكونفيجر تاني التليفون سيرفيس وكريت سينف كده كاريت الكونفيجريشن فايل. طيب كده اول حاجه دخلنا جوه التليفوني سيرفيس، تاني حاجه هنكاريت الاي فون دايركتري نمبر، هنكاريت دايركتري نمبر اللي هي الاكستنشن لاينز 101 كده، كريتنا 1 دي ان، كريت الدي ان الثاني 102، كريت الدي ان الثالث 103، يبقى احنا كريتنا الدي ان. هنكريت بقى الايه الاي بي فونز بتاعتنا او الاي فونز، اي فونز نمبر 1. اهم ثلاث حاجات تحت الاي فونز، الماك ادرس، التايب، الدايركتوري نمبر، ثلاث حاجات دول اذروايز التليفون مش هيريجست. طيب الماك ادرس لما نشد دي اتش سي بايندنج ناخده على طول، تعرف الماك ادرس، ممكن تاخد على طول الماك ادرس من هنا. الماك ادرس، التايب، التايب بتاعنا دي التليفونات اللي بتسبورت، النمبر الاكستنشن نمبر بتون 1 هياخد دايركتري نمبر او دي ان نمبر 1. ممكن تاد مور 79 42 في 2 لاينز، ممكن تاخد اللاينز التاني وتأسشيته بالتو او بالثري، whatever flexible it's up to your configuration. اوكي لازم تعمل تابديت الكونفيجريشن فايل، نو كرييت سي ان اف، كرييت سي ان اف تابديت الكونفيجريشن فايل عشان ياخد
الابديت بتاعنا هياخد الدايركتوري نمبر اللي احنا عملناها له كونفيجريشن، هياخد الاي فونز اللي عملنا لها الكونفيجريشن. هنكريت برضو التليفون التاني، عايزين نعرف الماك ادرس بتاعه. اوكي يبقى اي فون نمبر 2 الماك ادرس. زي ما قلنا ثلاث حاجات، تايب والماك والدايركتري نمبر. باتون 1 هنديله الدايركتري نمبر 2. تمام، بعد ما خلصنا نروح نعمل ايه؟ نابديت سي ان اف او كونفيجريشن فايل. شو ايفون كده، احنا عندنا اتنين ايفون وادي الماك ادرس بتاعهم ان ريجستد. اول واحد ريجستد، اوكي، وادي الماك ادرس بتاعه. الدايركتوري نمبر هو ماكسيمم 2 لاينز افيبل، قلت لك فيه بيبقى فيه 2 باتون. ده الدايركتوري نمبر 101. اوكي التاني ستيل ان ريجستد. اوكي الاتنين ريجستد. دلوقتي نقدر نعمل مكالمة الاثنين ريجستد. زي ما شفنا في حلقتنا النهاردة عملنا configuration للراوتر اشتغل as CME، عملنا registration لتليفونات السكيني through CME، ثلاث بلوكات لو فاكرين، telephony service, e-phone DN, e-phones.